شعوط تمريرة سريعة الجيزة، جيزة يمرر لرميح، رميح رميح يسجل ثلاثية، أولى ثلاثيات شعوط. جباري لف وجاله من الناحية التانية وعايز يشوط من بره، جباري وأدي رميح يسجل، رميح تاني ثلاثياته في اللقاء، واحد من الكروت في الحلقة يلمها يونس يرجعها البنداري، وبنداري جوه الثلاثية، ثلاثية لبنداري تاني بكتير من نادي سموحة حتى الآن. وادي الكرة بتتقطع ترد لسامي ويطلع سامي ويسجل جوه الباسكت. بداية يلا بدأ يبقى فريق الجزيرة بدأ يفوق. وادي عبد الفضيل، عبد الفضيل يمرر ليونس، يونس ثلاثية يسجلها يونس على طول، يعود بفريقه. رجع في كلامه، وقف له جباري عايز يشوط، عارف ان هو شويت انما رجعها ليونس، ويونس يحط الباسكت، تاني ثلاثية ليونس، ويعود التقدم مرة أخرى لسموحة. اتنين دقيقتين وبيقطع لعيبة سموحة الكورة، وعزازي ثلاثية، العزازي يسجل خامس ثلاثية. شوكت، شوكت يبرر للصناديلي لجباري، جباري والتصويبة من عبد الرحمن يسجل مع نهاية الفترة الأولى الثلاثية. الصناديلي للجباري المحترف، جباري مقفول عليه الملعب، يرجع الكرة لشوكت يسجل منها، شوكت جوه الباسكت. رؤوف يخترق ويطلع الكرة العزازي، تقفل الملعب على العزازي، رجعت العزازي شوت الثلاثية، عزازي جول تاني ثلاثية له في اللقاء. عندنا ثلاث لاعبين مسجلين ثلاثيتين، وادي على طول عاصم بيسجل ثلاثيين. ماشيين بالمتوالية يا كابتن، كل تمانية في في تعادل، ايه الحلاوة دي؟ وادي على طول بيرد، ادي يا سلام يا 43 ما سجلتهاش. وادي على طول بودي جوه الباسكت، ثلاثية من بودي. شكل كبير النهاردة كلاعب نمرة خمسة، وتمر الكرة لعبد الفضيل يلعب ليونس، وعبد الفضيل يجرب حظه في الثلاثية. ايه يا ديلا ده؟ ايه سموحة حتى الآن خلال الفترة الثالثة، ويونس فكر يشوط، رجعها البنداري، وبنداري جوه الباسكت، بنداري يسجل على طول جوه الباسكت. عايز يمرر، يمررها، بيدوروا على سكة. وادي جباري ورميح يمارس هوايته في التصويب، صناديلي يرجعها الجيزة، جيزة الرميح ملك الثلاثيات، رابع ثلاثيات ورايحة، رايحين للمباراة الرابعة ولا الخامسة، وفي هنا فاول على